بالأرقام فرنسا هي أول دولة عربيا أو غير عربية من اعترفت بالثورة الليبية بالمجلس الوطني الانتقالي ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الليبي، كان ذلك بتاريخ 10 مارس 2011. حدثني عن تلك الشخصيات التي تقف وراء اتخاذ فرنسا هذا الموقف، من كان وراء فرنسا حتى اعترفت بنا هكذا؟ أنا ثقافتي أنجلو ساكسونية، يعني بالإضافة للثقافة الإسلامية العربية، يعني أقرب إلى المدرسة الأمريكية الكندية الإنجليزية، وهذا كان النطاق الذي يعني عملت فيه على بالنسبة للعالم الغربي كتواصل. فرنسا لم تكن حقيقة من لكنك كنت تعلم بحكم أنك كنت قريب من الدائرة. أن الشخصيات التي أذكر أن كان لها دور الأستاذ منصور سيف النصر، الأستاذ علي زيدان، الأستاذ لا إله إلا الله، بعض الأسماء الآن يعني لأني شخصيات لست، لكن من أعرفهم يعني بشكل جيد منصور وأستاذ علي زيدان كان لهم عمل مهم في فرنسا. ملابسات ما حصل في فرنسا مع ساركوزي لا أعرفها ولم أطلع عليها مباشرة، لا أستطيع طيب سمي لي اعترافا أتى من دولة كان لك جهد واضح ودور كبير في تحقيقه. سيدي لاحظ يعني حتى نقف على حقائق بعينها منك. لاحظ شخصنة الأمور. أنا لست هنا لأقول لك أنا أتيت بهذا الاعتراف وهذا الاعتراف، أقول لك مرة أخرى لولا العمل على الأرض والدماء التي سالت لما كنا تحصلنا على ولا اعتراف. الشباب الذين ماتوا أمام الكتيبة استشهدوا أمام الكتيبة، والذين استشهدوا والناس تدفن في موتاها في بني غازي، والذين استشهدوا في الجبهات، يعني هذا كان المرتكز الأساسي. ولولا هذه التضحيات لما كان هناك اعتراف. شيء آخر، عندما حاول النظام السابق الوصول إلى صيغة تقسيم وذهبت بعض الشخصيات للأسف الشديد وتحاوروا مع بوزيد دوردة في القاهرة، كانت هناك مجموعات أخرى جمعت بعضها البعض، والحمد لله مجموعتنا كانت ضمن المجموعات التي كانت تعتقد بأهمية سرعة تمثيل المؤتمر آسف المجلس الوطني الانتقالي لكافة ليبيا، وجمعنا المجالس المحلية وتجمعت في تونس، ثم الحمد لله أرسلنا إليها طائرة وجاءت إلى أبوظبي ثم الدوحة ثم بني غازي. هذا الحراك بكل من شارك فيه من مجالس محلية في كل تلك القرى والمدن النائية، تمام، كان مهم جدا للاعتراف، مهم جدا، لأنه قبل تلك المرحلة كان يقال أن هذا المجلس وطني انتقالي مجلس للشرق، وأن القذافي أقوى في المنطقة الغربية، خصوصا وأن القذافي قبلها كان عمل ملتقى قبائلي في طرابلس وكان دعما له. نعم، كان حراك المجالس المحلية رد على ملتقى القبائل للطاغي. فهذا الحراك مهم جدا ولا يحسب له حساب، يعني عندما تختزل الاعترافات في شخص أنت تنسى مئات الأشخاص الذين عملوا على هذا الحراك. أيضا هناك مسألة أخرى في ما يسمى بمجموعة أصدقاء ليبيا، كان دائما هناك شرط، نحن نساندكم ولكن ما هي الخطة؟ ماذا ستفعلون بعد القذافي؟ كيف تكون خارطة الطريق التي يعني طورت وذكرها جبريل في استقرار طرابلس؟ لا لا لا، خارطة الطريق اللي طرحت في لندن ثم وفي بروكسل، ثم خطة استقرار ليبيا وهي خطة من أكثر من 1000 صفحة. طيب. طورت بفريق عمل. هذه الخطة كانت شرط من شروط الاعترافات، يعني في قبل لقاء إسطنبول اشترط الأمريكيون أن تكون هناك خطة واضحة تطرح على فريق فني منهم قبل أن تقبل كلينتون بأن تعترف أمريكا بالمجلس الوطني الانتقالي في إسطنبول. وذهبنا مع بعض أعضاء الفريق إلى الدوحة وجاء فريق أمريكي، وعلى مدى 3 أيام شرحنا كل أبعاد من كان صاحب الفكرة هنا؟ فكرة هذه الخطة؟ هذه الخطة انبثقت عن عدة أحداث. بدأنا كمتطوعين، اجتمعنا معا، بدأنا في فكرة مكاتب الدعم والمساندة التي أصبحت وكأنها سفرات صغيرة للمكتب التنفيذي. فكان هناك بعض الشباب في مالطا، بعض في البحرين، بعض في بريطانيا، بعض، وكان مركز الثقل هنا في الإمارات، ومع رحلات شبه أسبوع، يعني كل يومين 3 إلى الدوحة أيضا.
في شقة كانت مجاورة لشقة الدكتور محمود جبريل في الكيبنسكي في الدوحة. فهذا الفريق، فريق العمل هذا بلور الخطوط الرئيسية لماذا نريد أن نفعل. يعني بدأنا في التخطيط باستخدام منهجية إدارة المشاريع. ماذا كان المبدأ في هذه الخانة؟ المبدأ كان أن العمل الجماعي لا يتأتى إلا بإدارة مشاريع، وأننا نحول كل مجهود إلى مشروع ثم نأتي بالمشاريع وننسقها. لا أقصد مبدأ العمل، وإنما مبدأ الخارطة التي قدمت للغرب أو للآخر حتى بات يعترف مرتاحا بالمجلس أقول لك الفقالي. عندما ذهبنا إلى بنغازي في مايو وذهبنا أخذنا معنا المجالس المحلية وذهبنا لإعلان ولاء المجالس المحلية المجلس وطني انتقالي، بعدها بأيام تفاجأنا بفريق غربي أتى، كان اسمه فريق مساندة استقرار ليبيا، وكانت فيه عدة دول أجنبية، وكان هذا الفريق يستند على جملة واحدة في محضر اجتماعات لقاءات المجلس مع مع العالم الغربي في بريطانيا. فاعترضنا على كون فريق استقرار ليبيا يكون أجنبي، وقلنا لهم عندنا فريق استقرار. قالوا أين هو؟ قلنا هذا اللي هو فريق الشؤون العاصمة الذي اعترض عليه من قبل. من كان في هذا الفريق؟ كان فيه في ذلك الوقت في بنغازي كنت أنا ومنعم بعود ومصدق النطاح ومحمد المسلاتي وحسين بعود وكان معانا مجموعة من الشباب الفنيين في الاتصالات، لا أذكر الآن الأسماء كلها، وكنا على تواصل مع الفرق اللي في الدوحة، عاصم القصبي وفيصل قرقاب، كنا على تواصل مع مجموعة كانت في مالطا تشتغل على الإمداد لمصراتة من ماذا مالطا. عن فريق طرابلس باعتبار أنها لم تتحرر بعد؟ طرابلس لم تتحرر بعد، كان عندنا غرفة صغيرة في تونس غير الغرفة التي تحدث عنها الدكتور جبريل في طريق لطرابلس، ولا غرفة الإخوان، ولا كانت في غرفة صغيرة فيها شخص اسمه عبد الباسط الورفلي من تجورة. عبد الباسط كان هو الذي ماسك التنسيق مع المجموعات اللي في طرابلس، وهو شخص فد لم يظهر على الإعلام قط، ولكن عنده الإكسل شيتس يعني جداول فيها المجموعات التي كانت على تواصل معنا من طرابلس. أيضا كانت هناك يعني شفرة لتحويل الأسماء والأرقام، نعم، وعنده هو فقط ولم حتى الآن لا. طيب، يعني هو الوحيد التي عنده هذه. طيب حتى نفهم فقط مسألة الخارطة دون أن نتعمق في تفاصيل كثيرة بشأنها دكتور، يعني هل كانت خارطة الطريق هذه بمعنى أنه كيف يتم ليست خارطة؟ نحن لا نتحدث عن خارطة الطريق السياسية التي ألقى بها جبريل، نعم. نحن نتحدث عن خطة استقرار ليبيا الفنية. هذه سوف أتي إليها فيما يتعلق مع تحرير طرابلس، صحيح؟ لا، في خطة ماذا سنفعل في الاتصالات، في الكهرباء، في النفط، في الماء، في الغذاء. متى؟ بعد تحرير طرابلس؟ خلال التحرير وبعيد التحرير كيف نصل إلى بناء الدولة؟ فهذه الخطة خطة معقدة كتبت بالإنجليزية، وبعض السادة في بعض الأحزاب قالوا كيف خطة ليبيا وتكتب بالإنجليزية وكأنها كتبت لنا، ولكن حقيقة لأن كنا على تواصل مع ناس من أكثر من 15 أو 16 دولة يعني، فكانت كتبت فعلا بالإنجليزية. هذه الخطة موجودة يعني تستطيع أن تطلع. طيب سوف أتي عليها بشكل مفصل، لكن فقط لا أريد أن أبتعد عن بعض الأشياء التي لم تكن واضحة في كلامك. قلت بأنه في الوقت الذي كنتم تديرون فيه غرف عمليات أو ما شابه كان هناك بعض الشخصيات التي اجتمعت مع بوزيد دوردة في القاهرة وتتحدث عن أمور قد تكون لها طابع تقسيمي للبلاد، من تقصد بتلك الشخصيات؟ تفاجأنا ونحن في خضم هذا العمل، سمعنا أن الشيخ علي الصلابي وعبد الرزاق العرادي رتب للقاء في القاهرة، أعتقد في مذكرات الدكتور عقيل هناك شرح عن هذه اللقاءات وطبيعتها. مجموعتنا لم تكن على وفاق مع فكرة مثل هكذا توافق أو هكذا اتفاقات أو هكذا تفاوض، كنا نعتقد أنه لا مجال للتفاوض مع هذا المستبد إلا القتال حتى. لكن أعتقد بأن الدكتور علي الصلابي قال ما أجرى هذه التحركات إلا بعلم من المستشار مصطفى عبد الجليل، أليس كذلك؟ لا، أنا لا أطعن في هذا ولا أقول أنه لم يكن بعلم الدكتور الشيخ مصطفى عبد الجليل، أنا لم أكن على اطلاع بخلفية هذا الموضوع ولم أكن جزء منه لا من قريب ولا بعيد، وكنا نعتقد أن الأجود
هو المضي قدما في توسيع المجلس الوطني الانتقالي، وهذه المدرسة التي اتبعناها في العمل. فإن كنت كل ما عملناه كان لتوسيع المجلس الوطني الانتقالي، نعم، بحيث يكبر من تحت إلى أعلى ويتوسع ليشمل ليبيا كلها. طيب، إن لم تكن مطلعا على هذه المقابلات التي أشرت إليها وقابل فيها دكتور علي الصلابي أو عبد الرزاق العرادي في القاهرة بوزيد توردة أو أحدا من النظام وقتها، لماذا أشرت إليها من زاوية انزعاج؟ لأنه تقول في الوقت الذي كنا نفعل كذا حصل كذا. في مرحلة تاريخية أذكر حتى الواشنطن بوست كتبت عليها موسعا، بدأت الناس تروج لفكرة أنه هذا المجلس مجلس شرقاوي، وأن القذافي قوي مع القبائل اللي المنطقة الغربية وعنده المجلس القبائل، ولذلك قد يحصل نوع من الاتفاق بحيث أن المجلس يحكم منطقة شرقية وهو يحكم منطقة الغربية. وفي اعتقادي الشخصي يعني كنا نفضل لكن الغرب يعرف شرقاوي وغرباوي؟ نعم، اقرأ الواشنطن بوست وستعرف. يعرفون الشرقاوي والغرباوي من عهد ديفنس فورسا يعني، والتقسيم الذي كان يشاع إليه في الخمسينات يعني في الأربعينات والخمسينات. فكان من مهم جدا المضي قدما في توسيع المجلس. فإحنا ركزنا على شيئين كمجموعة، ركزنا على توسيع المجلس الوطني الانتقالي بتشجيع المجالس المحلية أن تلتقي معا، وعملنا ندوة أبوظبي وندوة الدوحة، ثم لقاء بني غازي وكان لقاء مهم جدا. ونحن في بني غازي التقينا بكل ممثلي الدول الأجنبية الذين كانوا في بني غازي، وشرحنا لهم أننا من جميع أنحاء ليبيا. أذكر بالخير حسن الدروعي رحمة الله عليه، حتى أن سرت كان لها ممثل. يعني وكانت، هل نفهم بأنه كانت رسالة من خلال هذه الملتقيات أن تقولوا للعالم بأنه المجلس الانتقالي يمثل كل ليبيا؟ جدا، وهذه كانت رسالة، وهذه كانت شرط من شروط الاعتراف، لأنه لابد للمجلس أن يمثل كافة أنحاء ليبيا. والشرط الثاني كان أن يكون هناك خطة واضحة لماذا ستعملون. هذه الخطة الفنية، مش خلينا من خارطة الطريق السياسية، الخطة الفنية تشرفت بأن أشرفت على إعداد هذه الخطة مع نخبة من الليبيين، منهم فيصل وعاصم وفاخر وجهاد المغيربي ومحمد بوصفيطة وأحمد بوصفيطة ونوري الخزوري وعبد الحكيم بو عبد الله، وأنا متأكد أني نسيت يعني على الأقل 20 اسم آخر وأستسمحهم عذرا يعني. لكن هذا لم يكن عمل فردي، ليس عمل عارف والله محمود والله، هذا كان عمل مجموعة. وأنا مما أحزنني كثيرا بعد الثورة أن أعمال أقول مئات الليبيين تمام في شبكات مختلفة، وأحيانا شبكات لم تكن تعرف بعضها البعض، اختزلت وتشخصنت في أشخاص أو في أحزاب. يخرج علينا أحدهم فيجعل كل البطولات لحزب الإخوان، ويخرج الآخر فيجعل كل البطولات للتحالف، أو أنه فتح طرابلس حصل على يد هذا أو ذاك. يعني قد نأتي على طرابلس فيما بعد، لكن طرابلس تحررت بمنظومة كبيرة جدا من العوامل، أهمها أن أهل طرابلس في كل شارع أغلقوا شارعهم وقالوا لا نريد مستبد في هذا الشارع. هذا أهم عنصر في التحرير. ثم لم يتركوا وحدهم، ساعدوهم إخوانهم من مصراتة، ونزلوا إخوانهم من الزنتان، ودخلوا إخوانهم من الزاوية، ودخلوا بعض الناس من البحر. تضافرت الجهود. وهذه البركة التي كانت موجودة هي سر التساند والتضافر اللي كان بين الليبيين. عندما أنعم المولى علينا عز وجل بالتحرير، فإذا بهذا يخرج ويقول أنهم خمسة أنفار لهم أصحابه، والثاني يقول خمسة أنفار لهم أصحابه. أنا لا أقول مثل هذا أبدا. كل هذه المجموعات، حتى المجموعات التي كنت أختلف معها في الرأي والتي عادتنا وحاولت أن تحطم فريق يعني، وحصل الكثير، لم نعاديها علنا قط. وأنا الآن لا أتحدث إلا بعد 3 سنوات، لاحظ يعني بعد 3 سنوات أقول هذا الشيء. لماذا تقول الآن؟ لأنه أقول الآن لأنني وصلت، وأنا وعدتك بأن أعبر عن مشاعري، وصلت إلى درجة الإشمئزاز من الاستحواذ الحزبي حقيقة، ومن الشخصنة للأمور. يعني كأن الاعترافات جابها شخص واحد، وكأن التحرير دار شخص واحد أو شخصين أو خمسة، وكأن حزب معين هو اللي حرر، هو اللي دار جبهة البريقة، وكأن هذا أعطني يعني أسماء بعينها. هم قد يكونوا كانت عاملا مساعدا دكتور. هم يكونوا صادقون فيما يدعوا، كاذبون فيما ينكروا على الآخرين. طيب، سمي لي شيئا من أحد من الآخرين. يعني دعنا هنا نعطي الحقوق. خذ علي بن زهرة، أسعد عياد، علي البصير. لا تسمع هذه الأسماء، لم يخرجوا على التلفزيون تمام؟
وجهودهم في تجورة وفي سوق الجمعة اختزلت وادعاها آخرون. مثلا أعطيك عبد الباسط، هذا لم يخرج قط على التلفزيون، وأنا أدعيه من خلالكم أن يخرج معكم ويحدثكم. هذا عبد الباسط ما هي صفته؟ أو هذا كان ماسك الغرفة الصغيرة التي في تونس، كان على تواصل مع أكثر من 200 مجموعة في طرابلس. ماذا أقول لك؟ يعني أشرف النكوع والتواصل ما بين المجموعات التي في 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 منطقة حي الأندلس في طرابلس والزنتان، نعم، ودخول مجموعات اللي من الزنتان لمناطق بعينها في طرابلس، هذه الأدوار منسية. أشرف لم يخرج على التلفزيون، لم يقول شيء. طيب، يعني أنا اليوم هنا، يعني الفكرة ليست تلميع عارف والله، تلميع المجموعة والله، أن نقول نحن الذين فعلنا، ولكن هناك إجحاف كبير حقيقة واختزال، وأيضا استقطاب لليبيا. يا إخوان يا تحالف، لا، في ليبيين كثير لهم إخوان ولهم تحالف، وقاموا بدور من البداية، ويجب أن يعطوا هؤلاء الشباب فرصة. يعني يجب أن يعطوا فرصة. إن كان لي مزية في هذا الأمر أنني كنت أحترم هؤلاء الشباب، وأعتقد أنهم يعرفون أكثر مني، كنت أستمع إليهم، أعطيهم فرصة للتعاون. هذا فقط، هذه يعني إن كانت هذه ميزة يعني. ولكن أن ننسى كل هؤلاء الناس، وهذا يعني هذا فريق واحد. هناك أنا أعرف عن مئات الفرق التي كانت تعمل، إحنا فريقنا فريق واحد من مئات الفرق، كنا على تواصل مع بعضها وبعضها لا، كنا نعرف بعضها وبعضها لا، وكان هناك حذر وحيطة، كنا نخاف. بعض الفرق حاولت تتعاون معنا ورفضنا، لأن خفنا من الاختراق فترة معينة. نعم، لكن الذي أقول لك أن هذه الثورة بارك فيها المولى عز وجل بسر التساند بين آلاف مؤلفة من الليبيين، عملوا في مجموعات عديدة، نعم، كثيرا من الأحيان لا تعرف بعضها البعض. للأسف يعني شخصيات متنفذة عندها قدرة على أن تدخل لليبيا الأحرار كل يوم وتدرس علينا كل يوم، أو شخصيات عندها علاقة بالعربية وتستطيع أن تعمل حلقات على العربية كل يوم، أعتقد أن التاريخ الذي قدم نشكرهم على ما قدموه من حقائق إيجابية، ولكن لا نشكرهم على الجحود الذي للأسف الشديد قاموا به ضمنا على الأقل بتسفيههم لمجهودات الآخرين، أو على الأقل يعني نسيانهم لمجهودات الآخرين. حتى بالأمس كنت أقرأ عن أحدهم يقول في إحدى الجرائد أنه نسقوا لمجموعة لقصة الذخيرة من السودان، والسودان الذين ذهبوا إلى هناك ونسقوها أصلا ورتبوا كل الأمر لم يذكروا، وذكرت فقط الشخصيات لعلك التي تلائم دكتور هذا الأمر يعني. يعني فيعني الآن المشكلة الإنسان مضطر، طيب فقط مضطر أن يخرج ليقول للليبيين، نعم، يا ليبيين تاريخكم لم يكتب بعد، وتاريخ 17 فبراير موجود عندكم جميعكم، مش عند مجموعة أو طائفة أو حزب معين، وعلينا جميعا كل يدلي بدلوه لنوثق هذا التاريخ. نحن والحمد لله عندنا أرشيف ضخم جدا، عينت لفريق عمل مؤرخين محترفين، نعم، لأخذ كل هذه الديتا أو المعلومات وإصدارها في مجلدات فيه كل المراسلات. يعني هل كنت يعني تحفظ يعني، نعم، وتوثق الأحداث، نعم، على الأقل، نعم، التي كنت تقوم بها أنت أو من معك؟ نحن ماذا عملنا؟ كوننا إيميل سيرفر أو خادم كمبيوتر للبريد الإلكتروني، جميع مراسلات هذا الفريق على سيرفر واحد، فكل ما كتبه أي عضو في الفريق محفوظ. فنحن الآن نأخذ كل هذه الإيميلات لأنها توثق للحدث، هناك تقارير فترات معينة، هناك طلبيات لشيء معين، هناك بوال الشحن، هناك طلب دخول باخرة إلى ميناء، هناك شحنات بنزين، شحنات سلاح، قوائم ذخائر، كله موجود. وأكاد يعني أقول أن هذا الفريق الحمد لله رب العالمين، بسبب ممكن الخلفية الأكاديمية ووجود هذه المؤسسة، استطعنا أن نوثق لكل هذا، وهذا إن شاء الله يصدر في مجلدات يعني، ولم يكن ما اسم هذا الفريق؟ إلى الآن أشعر بأنه لا زال غير واضح للسادة المشاهدين. اسمه الآخر اسم له فريق استقرار ليبيا. فريق، نعم، استقرار ليبيا، نعم. والاسم السابق لذلك كان فريق الدعم والمساندة، نعم، وكان جزء من هذا الفريق كان يسمى بفريق شؤون العاصمة، وئد منذ ولادته في بنغازي بعد أن اعترض بعض الشخصيات من الإخوان المسلمين. عبد الرزاق العرادي تقصد؟ الرزاق العرادي، أنا عارف أن أيضا يكون رئيس الفريق. تقصد عبد الرزاق العرادي؟ عبد الرزاق العرادي وعلي الصلابي وصديق وأسف عبد الرزاق مختار
كانوا الشخصيات الرئيسية التي اعترضت على عارف في الحقيقة. دكتور عارف، يعني علاقتك بالدكتور علي الصلابي بالنسبة لي غير واضحة، لا أفهمها. يعني حينما دخلت إلى مكتبك هنا رأيت رفا كاملا لكتب علي الصلابي، لكن في المقابل يعني هناك يعني حتى على بعض وسائل الإعلام تم يعني التقاذف ببعض التصريحات. هو تحدث عنك وقال بأنك يعني تنفذ ما يريده محمود جبري في فترة سابقة، وكان هذاك يعني الأمر موجود على الصحف. أيضا قرأت لك ردا على صحيفة الشرق الأوسط وقلت بأن هذا الكلام غير صحيح، وقد يكون الدكتور علي الصلابي قد بنى يعني كلامه على معلومات خاطئة أو إشاعات. وقال بأن هناك كتيبة أمنية مسلحة سوف تداهم ما قال بأنه فنادق أو موانئ أو ما إلى ذلك تتدخل في شؤون طرابلس. حدثنا أكثر عن طبيعة العلاقة أولا بينك وبين الدكتور علي الصلابي، ثانيا هذا الكلام الذي قيل من قبله. أذكر أن أول لقاء لي مع الشيخ علي الصلابي كان في طرابلس في إحدى الجنائز، وكان قد جاء للجنازة مع أبناء العرادي، يعني أسرة العرادي، صديق عبد الرزاق وكذا. فتلقينا وقالوا هذا الشيخ علي الصلابي، فقلت له أنا قرأت لك وبارك الله فيك على مجهوداتك كمؤلف، إلا أن لي بعض المآخذ على كتابك عن السنوسية، حيث كأنك جعلتها فرع من حركة الشيخ محمد عبد الوهاب، بينما هي مدرسة مختلفة تماما، مدرسة أحمد بن إدريس والطريقة المحمدية. وكان نقاش علمي في هذا الباب، رحب وكان صدره رحب للانتقاد. لا أذكر أن التقينا بعد ذلك اللقاء العابر حتى الثورة في الدوحة. التقينا في عدة مناسبات ليس بيننا إلا الود والاحترام، نتصل ببعضنا البعض بين الآونة والأخرى حتى الآن، يعني في الشأن العام، في الأمور التي تهم البلاد. هو يعرف أنني أختلف معه في كثير من الأمور، أنا أعرف أنه يختلف معي في كثير من الأمور. الاختلاف لا يفسد للود. في الخط الديني تقصد هنا؟ الديني والسياسي أشياء كثيرة نختلف فيها، لكن الاحترام متبادل. الشيخ علي الصلابي أساء لي إساءة بالغة بكلامه بعيد تحرير طرابلس، وهو حقيقة عندما تعرض لي تعرض لي في المعية. يعني هو كان تتذكر ذلك الكلام المشهور عندما انتقد محمود جبريل وقال يجب أن يستقيل وكذا، وذكر أن ابن عم محمود جبريل في طرابلس ترك الجالية تعاني وذهب وفعل كيت وكيت وكيت. صحيح. فطلب مني الرد في صحيفة الشرق الأوسط وأيضا في قناة العربية. كنت متحفظا في الرد جدا، لأنه في تلك الفترة كنت أعتقد أنه من المحرم شرعا الدخول في أي مهاترات أو فتنة، لأننا كنا في حرب ولم تكن الحرب قد اكتملت ولم تكن سرت قد تحررت، يعني وكنا في خضم حرب، وإذ بشخص يروج لمجموعته وحزبه على حساب الآخرين. لم يكن الرد بالمثل، قلت أنه حامل كتاب الله ورجل عالم ويجب أن يحترم وكذا وخلاص، ولا زلت أقول هذا، يعني الرجل يجب أن يحترم. لكن لا أستطيع أن أنسى أن فريق شؤون العاصمة في بني غازي طعن فيه وأفسد أمره بسبب التعنت من علي الصلابي وعبد الرزاق العرادي والصديق آسف عبد الرزاق مختار. وقول عبد الرزاق مختار أذكره، لا زال يعني يرن الجملة في أذني، أنه لأنه ورفل لي ما يكونش رئيس شؤون العاصمة. لا نصرة لنفسي أو حزنا على ما حصل معي شخصيا، ولكن أعتقد أن هذا الفريق كان بإمكانه أن يرتب الأمور بشكل أفضل بعيد تحرير طرابلس، وللأسف حصلت كثير من الأخطاء التي كان ممكن تلافيها لو عملنا بشكل جماعي. بعد أن طعن في رئاستي للفريق انسحبت بكل أدب واحترام، وقدمت رسالة للشيخ مصطفى عبد الجليل من خلال محمود جبريل وصلت إليه، وعدت إلى دبي وأرسلت كل وثائق هذا الفريق إلى محمود جبريل، حيث طبعت له في الدوحة وأعطيت له، كانت نسخة وحيدة. اتصل بي بعدها جبريل وقال أنه لا بد من العمل الجماعي ولا يمكن أن نرضى بهذا الخلاف، لنلتقي مرة أخرى في أبوظبي، عارف نظم لي اجتماع في أبوظبي وأنا
أدعو كل من يعمل على موضوع طرابلس بحيث نتقاسم العمل، وحصل هذا وتقاسمنا العمل. من دعي الآن؟ يعني ليست الأوراق أمامي حتى أعطيك الأسماء بشكل عام، يعني نعم، من بس فريقنا اللي هو فريق الاستقرار، يعني المجموعة التي كانت تعمل. يبدو أنك كنت تقود الفريق، فريق الاستقرار. أقود عمليات الفريق، نعم. نعم، في المرحلة التي جعل الفريق رسمي بمعنى أنه أعطي تخويلا، طلب من الدكتور أحمد الجهاني الله يذكره بالخير أن يكون رئيس الفريق، الرئيس العام للفريق. أنا كنت رئيس العمليات، نعم، لهذا الفريق، وكان فيصل قرقاب رئيس إدارة المشاريع في هذا الفريق، البروجرام مانجمنت، يعني. فالتقينا في أبو ظبي، كان هذا الفريق، وكانت الأطراف الأخرى، أستطيع أن أقول كان محمود شمام موجود، وكان هشام بوحجار موجود، وعبد الرزاق العرادي موجود، عبد المجيد المليقطة موجود، أسامة بوراس موجود، كان في شخص آخر من زنتان لا أذكر اسمه الآن، يعني ولعل الذاكرة تخونني، لكن أنا عندي صور جوازات سفر، لأنني أنا الذي رتبت للتأشيرات والترتيبات الإقامة والتذاكر كل، يعني فعندي الأوراق، يعني أستطيع أن أعطيك يعني حتى التاريخ. وكيف أفضل هذا اللقاء؟ أفضل اللقاء دام يومين. اليوم الأول حصل تقاسم الأدوار وحصل الاتفاق، وهذا كان رأي الدكتور جبريل، ابتعادا عن التصادم. قال لي عارف أنت يعني عملت شغل كويس أنت والمجموعة اللي معاك في البنزين والإغاثة والمستشفيات الميدانية والكهرباء والاتصالات وكذا، يكون هذا يستمر تحت اسم فريق استقرار ليبيا، والجانب الآخر نسميه فريق تحرير وتأمين طرابلس، وتعمل عليه هذه المجموعة الأخرى، يعمل عليه هشام بوحجر وعبد الرزاق والمليقطة والمجموعة هذه، جمعة الأسطى أيضا كان موجود، هذه المجموعة الثانية. فمن تلك اللحظة أصبح فريق استقرار ليبيا غير مسؤول عن تحرير وتأمين طرابلس، تمام؟ والخطة التي كتبناها والتي سلمت للدكتور جبريل، تفاجأت بأن كل شخص على الطاولة عنده نسخة منها، وهذه النسخة التي النسخ قديمة من أيام بني غازي في مايو، وهذه هي واحدة هذه النسخ، لا أقول في هذا الاجتماع، ولكن هذه يعني هذه الوثيقة هي التي سربت لجريدة إنجليزية في يوليو، وتواصلت معي تلك الجريدة وطلبوا مني تصريح، فتفاجأت بأن هذه الوثيقة عندهم، وطلبت منهم يعني ترجيت هذه الجريدة أن لا تخرج تفاصيل تلك الخطة، لأن كانت فيها من أهم ما كان فيها مواقع الاتصالات في طرابلس والخطة في كيف نعمل على تأمين الاتصالات، والخطة لم تنفذ بعد، يعني سوف يفسدها الأمر. بالضبط، يفسدها الأمر. طيب، فلذلك ليبيا الأحرار لما نقلت عن الجريدة الإنجليزية ذكرت اسمي في خضم فتبادر لأذهاني الكثير من أن عارف النايض مسؤول على خطة تحرير وتأمين طرابلس أمنيا، وأنت هذا الدور تراجعت عنه. مني رسميا في اجتماع أبو ظبي أن أخرج منه، بل أمرني محمود جبريل وكان أمره مطاع لأنه كان رئيس المكتب التنفيذي، بأن لا أحضر لا أنا ولا فريقي الاجتماعات الخاصة بذلك. طيب، وأن نكتفي بالعمل على البنزين وهذا كان مهم أيضا، حرب اللوجستية. طيب سوف نأتي على هذه النقاط، لكن فقط من بين الكلام التي ذكرته في سياق دكتور عارف، قلت بأنه دكتور علي صلابي هجمك في هذا السياق ترويجا لحزبه، لكن نحن نعرف بأنه صلابي ليس منتميا لحزب، هكذا يقول هو. الشيخ علي صلابي كان يعمل بشكل وثيق مع عبد الحكيم بالحاج ومجموعة المقاتلة السابقة، تمام؟ وكانت هذه المجموعة برمتها يعني تمثل من قبل الصلابي حتى في الدوحة. يشرفني أن عندي تكليف من الشيخ مصطفى عبد الجليل في 22 مارس 2011 بأنني المسؤول على الإمداد من قطر من الدوحة. والشحنات الأولى التي لاعتبارات قانون دولي لا أريد أن أفصل فيها، الشحنات الأولى من الدوحة كانت بالترتيب بيني كمنسق للإمداد وبين نائب رئيس الأركان في ذلك الوقت حمد العطية الذي أصبح الآن وزير للدفاع في دولة قطر. بعدها أعتقد يعني لا أذكر عدد الأيام، وجدت دخلت أحد هذه الاجتماعات التنسيقية، وجدت الشيخ علي الصلابي. منذ تلك اللحظة هذه المجموعة
تزايد دورها في كان مفاجئ لك ظهور الصلابي؟ كان مفاجئ لأن هذا كان اجتماع خاص وسري بخصوص إمداد حساس، وأنا عندي تفويض رسمي، أنا ممثل المجلس الوطني الانتقالي في هذا الشأن. هل تعرف الفترة تلك؟ تقدر لنا أي شهر؟ كانت في أبريل، نعم، أبريل 2011. نعم. طيب ماذا حصل بعدها؟ هل بدأ يتكرر وجود الصلابي في لقاءاتكم مع القطريين فيما يتعلق بالإمدادات؟ بدأ يتكرر، وأنا بدأت في الابتعاد عن هذا الملف. لم أحتفظ بأي جزئية منه إلا جزئية واحدة، وهي إمدادات مصراتة التي ذهبت مباشرة إلى مصراتة. أرسلنا أحد أعضاء الفريق وهو الأستاذ محمد بن راس علي، نعم، وكيل وزارة الآن وكيل وزارة الاتصالات، سكن وعمل من الشقة التي كانت مخصصة للفريق، نعم، بمعية حسين بوعود، حسين حمد بوعود، وعمل معا مع الأستاذ خليفة رئيس مجلس محلي في مصراتة على إمدادات السلاح والذخيرة لمصراتة التي في هذه نحكي على أواخر الفترة. محمد بن راس علي ذهب هناك في مايو تقريبا، مع 13 مايو وكذا، نعم، وبقي هناك وتزايدت نشاطاته مع مصراتة مباشرة في الفترة الأخيرة عندما بدأت طيب الذخائر في مصراتة بال. طيب دكتور، يعني حينما بدأ يعني يدخل الدكتور علي الصلابي ويكون حاضر في هذه الغرف، دعنا نقول أو نسميها، بينكم كفريق يتولى مسألة الإمدادات والإغاثات والقطريين كجهة إما ترسل أو تساعد في إرسال تلك الإمدادات إلى ليبيا، تقول بأنك انسحبت، هل هذا الانسحاب كان من تلقاء نفسك أم يعني مورس عليك ما يجعلك تنسحب؟ نحن لم نكن ننقص عملا، يعني كنا منشغلين جدا، فما الفائدة من أن تحشر نفسك في شيء يعني واضح من الأطراف الموجودة أنك غير مرغوب فيك؟ قيل لي أنه غير مرغوب فيه في فريق شؤون العاصمة، قيلت يعني هكذا، بل قال الشيخ علي الصلابي أنه الشباب لن يرضوا أن يعملوا معك، ويقصد بالشباب بالحاج والمجموعة التي معه. ما مشكلتهم معك؟ لا أدري، لا أدري، يعني أنا حتى هذا اليوم لا أفهم هذا التهميش والإقصاء. ألم تسأل الصلابي لماذا؟ هذه المصطلحات إخوانية كثيرا ما يشكو منها الإخوان، بس التهميش والإقصاء الذي تعرضت إليه أنا وفريقي في بني غازي في مايو لا يشابهه أي تهميش أو إقصاء آخر، وهذا من أكبر يعني الأسباب فيما حصل فيما بعد. وللأسف الشديد حصل ما حصل، مرت الأيام، لم نتدخل لا في تحرير ولا تأمين طرابلس، بل يعني حصل شيء عجيب، اتصل بي علي الصلابي من الدوحة وقال أن هناك خوف بأن هناك مجموعات لا زالت تتبع فريقك، وأنه عندما ندخل طرابلس ستكون هناك مشكلة وتضارب بين الفريقين وكذا، ونحن نريد أن نطمئن أنه يعني القسمة التي حصلت تحترم. فأكدت على ذلك، فقيل لي لا، سيأتيك الدكتور الكيب ويأتي معه عبد الرزاق العرادي إلى دبي لنتأكد من هذا الأمر ونقسم بالضبط. فعبد الرزاق العرادي لم يأتي إلى دبي، وبقي مع الصلابي في الدوحة، ولكن الكيب أتى إلى مكتبي في كلام في قرية المعرفة، ومعه عبد الرحيم الكيب، ومعه الدكتور مصطفى بوشاقور، نعم، وكرروا خوفهم من أن يحصل تضارب، وقالوا نحن عيننا هشام بوحجر هو الذي ينسق للواء طرابلس، طيب، ونريد كل المجموعات التي معكم أن تكون تحت قيادة هشام بوحجر. قلت له هذا احنا خلاص يعني تركنا هذا الأمر، ونحن ركزنا على البنزين والاتصالات كما اتفقنا في أبوظبي. قالوا لا، نحن نصر أن تعطينا هذا تعهدا كتابيا، نعم، وعندي هذا التعهد الكتابي كتبته محضر اجتماع حتى تستقر النفوس ويرتاحوا. لديك نسخة منه؟ عندي منه نسخة. ماذا كتبت فيها؟ كتبت فيه أن فريق الاستقرار لا يقصد بأي حال من الأحوال تهميش المجلس المحلي لطرابلس أو أي مجهودات لتحرير وتأمين العاصمة، وأن أي مجموعة تنتمي إلى هذا الفريق أو لها علاقة بهذا الفريق تعتبر تحت إمرة هشام بوحجر من الآن فصاعد. دكتور عارف، لا أعرف إن كنت توافقني أو لا، ولكن أشعر بأنه في كل هذه الجلبة لا أرى ليبيا، ليست حاضرة ليبيا، وكأن هناك تنازع أو تصارع على تولي أدوار يمكن قد تكون لها حظوة مستقبلا، أم ماذا؟ أنا يعني للأسف الشديد يعني حتى الاضطراب الذي قد يبدو علي هو لهذه النقطة، وسبب سكوتي لثلاث سنوات هو لهذه النقطة.
ليبيا ما كانت تحتمل مثل هذا الجدل، وما كان بودي أن أتحدث في هذه المواضيع، لكن أرى أن الوضع الآن في ليبيا يعني كثير من الأشياء اللي كان مسكوت عنها تحدثت عنها أصلا الناس وبدأت تتكشف أصلا، تمام، وأنه إن شاء الله يعني لن أكون سبب في فتنة، بل إن شاء الله العلي العظيم بهذه الحقائق أرجو أن تكون سببا في فهم المسببات لأشياء كثيرة ربما الآن نستطيع أن نتجاوزها إن شاء الله. نعم. فهذه النية إن شاء الله. طيب. وأنا أعتذر من الآن عن أي ألم قد أسببه لأي شخص بما أقول، ولكن الحمد لله كل ما أقوله موثق. وقعت للدكتور الكيب والدكتور بوشاغور وأعطيتهم الورق، أخذوا نسخة ونسخة عندي، وأخبرت بها فريقي الذي كان في تونس، حيث أن فيصل وفاخر وعاصم ومجموعة من الشباب وعبد الباسط كانوا في تونس وبدأوا في الدخول لترتيب الأمور مع المجالس المحلية من ناحية اللوجستية، نعم، وهم الذين دخلوا للزاوية فيما بعد ورتبوا مع شباب الزاوية لتوزيع الديزل والبنزين الذي كان في الخزانات وإدخال، نعم، الناقلات الوقود إلى ميناء الزاوية وفتح ميناء طرابلس، أشياء كثيرة حصلت. ماذا أقول؟ يعني نحن بالنسبة لنا كنا نعمل لليبيا لأننا لا ننتمي لحزب أصلا، يعني إحنا لا ننتمي لحزب، نرفض الانتماء لأي حزب. لم نكن جماعة جبريل ولا جماعة الإخوان ولا جماعة حد، نحن كنا جماعة ليبيا، مجموعة ليبيا ونعمل. عندما طلب مني أن أتنازل عن رئاسة فريق شؤون العاصمة تنازلت وأعطيت تنازلي مكتوب، وعندما طلب مني تقسيم العمل قسمنا ورضينا بقسمتنا ولم نطعن في أحد. بعد أن آلت بعض الأمور في طرابلس إلى الاضطراب، قيل والله عارف النائب مسؤول عن تحرير وتأمين العاصمة، كيف لم يؤمن هذا وكيف لم أنا لست مسؤولا، وهذا بمحاضر الاجتماعات، وهناك توثيق لهذه الاجتماعات. الأستاذ محمد الوفادي كان يعمل مساعد الدكتور محمود جبريل، عنده المسودات المحاضر، الاجتماع واضح جلي، تقسيم العمل واضح جلي، بدليل أنه منعنا من دخول الاجتماعات التي تخص تحرير وتأمين العاصمة. لو حصل خلل في الميناء أو في إيصال الكهرباء لطرابلس، إعادة تشغيل الكهرباء، أو في فتح محطات البنزين، وتذكر كانت طوابير طويلة قبيل التحرير في غضون 3-4 أيام انحلت، أو في الخبز أو في المستشفيات، أو هذا، أو في أن طرابلس عطشت ولم تسقى بماء في أزمة الماء، أقول لك أنا أتحمل المسؤولية. لكن أي تحرير، نعم، تأمين، تضارب لواء طرابلس، الحاراتي، البلحاج، هشام بوحجر، عبد الرزاق العرادي، عبد المجيد سيف النصر، كل هذه الأمور، اللجنة الأمنية، هذا ليس لي بأي علاقة.